صباح النشاط، صباح الرياضة. اليوم تمارين بيتية من البيت، فبدي إياكم تجيبوا معالق خشب وانتبهوا ما كتير كتير تشدوا عليها عشان ما تنكسر. فبدنا أدوات من البيت، رح تكون معانا زينة، رح تكون معانا ألاء، وإن شاء الله ستات البيوت يكونوا معانا. رح نبلش أول شيء بتمارين الإحماء. نعمل سكوات، ننزل فوق تحت فوق فوق تحت كمان. طبعاً عم نعمل سكوات مع المعالق. هلا واحد اثنين فوق فوق كمان. أيوة زي ما أنتوا شايفين عاملين سكوات قرفصاء مع المعالق. هلا من هون راح ننزل واحد اثنين تحت، واحد اثنين نفس الجهة. أيوة فوق. طبعاً نحن عاملين قرفصاء وبنفس الوقت عم نحرك بالمعالق فوق الجهة الثانية. برافو كمان. طبعاً رح تحسوا بعضلات الرجلين. أيوة هلأ بدنا نطلع فوق وننزل تحت، نوقف وننزل. هلأ رح ننزل على الجنب كمان هون لتحت كمان لتحت. نطلع لفوق. هلأ بننزل هون فوق 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 كمان. لانج مع المعالق كمان. هلأ من هون ننزل هون نطلع لفوق تحت وفوق. حاول نضرب فوق وننزل تحت. برافو. هلا منروح واحد اثنين واحد اثنين. برافو كمان. هلا ننزل هون ونلف لفة، نفكفك الظهر. رح نعمل طعن، نرجع هون واحد اثنين لانش 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 لورا لورا. هلا من هون نطلع ننزل ننزل كمان لفوق. هلا بنعمل هون فوق كمان تحت لفوق كمان. هلا من هون على الجنب طعن جانبي. ايوه كله عشان ربح نبضات القلب. هلأ هون فوق على الجنب. هلأ نعمل اثنين تحت فوق فوق كمان. ننزل لتحت فوق ننزل سريع كمان. هلا بننزل هون دوائر، نرجع لانج ويلا فوق 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 تحت وفوق كمان. ايوه هلا من هون برفع لفوق كمان. ايوه برافو. منكمل مع المعالق والفرشات، نحط نفرد الفرشه. هلا
رح نقعد على أربعة ونمسك معلقة على الأرض هون، نسنترها شوي. هلأ من هون بالمعلقة الوحدة رح نرفع ونضم. يلا أمرين. أيوة نخلي الإيد هون ونرفع على الجنب. برافو. بدها شوية توازن. هلا منغير بالمعلقة الثانية بالشوكة. هاي بننزل لجوا، نرفع لفوق ونرجعها، نشد المعدة. أيوة دائما نشد المعدة. هلا من هون نفرد على الجنب، الإيد عكس الرجل. كمان تمارين للظهر والمعدة. هلا رح نرجع هون، هذا إحماء للمعدة، نقعد على الأرض هون، رح نشد هون 1 2 ونطلع هون. ريدي؟ 1 2 فوق فوق. برافو. هلا من هون نرفع هون، نرفع الرجلين لفوق ونخبط على المعالق ونرجع الظهر شوي لورا. ايوه. هلا من هون رح نروح على الجنب، اثنين لفوق فوق على الجنب. كمان ندقر هون زي الراشن تويف ونرجع محلنا. ايوه ننزل لتحت، نعمل 1 2 فوق 2 فوق 2. ايوه برافو. ايوه كله تمارين للمعدة. هلا الخيار الاسهل بس بتطلعوا هون للي ما بتقدر تطلع. هولد جنب. هلا هولد هون، ارفعوا لفوق، شدوا 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 شدوا، نزلوا. هلا رح نحط على الجنب ونرجع عشان الزوايا للمعدة اللي هي الأوبليكس، نوصل المعلقة لعند الكعب. يلا 2 2 ان ونوصل عند الرجل. ايوه ومعاي قمرين اللي هم زينة وألاء. ايوه مش بس للطبخ المعالق، ممكن نستخدمهم بالرياضة. هلا من هون نطلع فوق فوق. برافو. نطلع فوق كمان. هلا من هون نعمل، ننزل كلاب كمان مرة فوق آخر مرة. هلا من هون رح نعمل تمارين ستريتشنج بالمعالق، نحط هون المعلقة لقدام ونحاول نسحب فيها لقدام ونرجع نطلع فيها لفوق، نشد المعلقة لقدام هون نطلع لفوق، خلي المعلقة تسحبنا. هلا من هون نروح على الجنب زي كأنه عم نطبخ بس مع الرياضة. كمان على الجنب. هلا من هون رح نطلع لفوق، ننزل ايدينا هون، نعمل ستريتش على الجنب، نسنتر بالنص ونروح على الجنب الثاني، نسنتر على النص. هلا نحط المعلقة وين ما بنوصل نوصل، المعلقة الثانية بدها تروح للمعلقة الأولى، حاول نضمهم لبعض
ونفتح الصدر لفوق قد ما بنقدر، بس أهم شيء نحط المعلقتين هيك على بعض. نطلع لفوق، نرجع نحط المعلقة هون ونضمها لجوا. حاول نوصل المعلقتين ببعض ونفتح قد ما نقدر صدر، إذا ما قدرتوا ممكن توصلوا المعلقتين بهالطريقة للي ما بيقدر. نرفع لفوق، نسكر رجلتين، نوصل هون، نرجع الرجل الإيد لورا، آسفة، نغير لنص لورا. هلأ من هون نسحب هيك سحب زي كأننا عم نحوس، ننزل نطلع لفوق كمان مرة زي اللي بيحوس الشوربة. أيوة فوق كمان، كمان تنتين، آخر مرة. هلأ من هون نمسك المعلقة، نتربع بهاي الطريقة، نشد على المعلقة ونوقف، ناخد المعلقة بهاي الطريقة، ستريتش هون وعلى الجنب، نرجع نسنتر على الجنب الثاني. هلأ نخلي المعلقة بهاي الشكل، نحطها قدام، نرفع رجل، نسنتر المعالق هون ونطلع لورا قد ما نقدر، نرجع ننزل نسنتر المعلقة هون، نمسك الرجل وننزل لتحت. هلأ من هون نمد معلقة بجهة وبالمعلقة الثانية نشد الرقبة على جنب، نرفع لفوق وننزل معلقة الجهة الثانية للرقبة. هلأ من هون ننزل لتحت، نحط المعالق على الأرض، نطلع لفوق شوي شوي، ناخد شهيق وزفير، كمان مرة شهيق وزفير. شكرا زينة، شكرا ألاء، كنا معكم بحلقة خاصة باستعمال المعالق. طبعا هو موجود هذا البرنامج بس بدرمز، يعني اسمه باوند بالدرمز، بس احنا حبينا نستعمل معالق البيت عشان نحمس ستات البيوت انه يلعبوا معنا رياضة. ان شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاي، معكم ريم عامر برامج حركة، يعطيكم العافية.